ألف ليلة، ليلة واحدة تسوى عندي، تسوى عندك ألف ليلة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، تحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. جواز ليه الجواز؟ بتقوليها يعني او ب لا بهزر ولا بتهزري؟ الجواز. اتعرفتي على زوجك ازاي؟ في الاسانسير. كنا مش ساكنين، لا يعني انا لسه هسكن وهو جاي اجازه، كان بيشتغل برا مصر، فانا بتفرج على شقتي وهو نازل برضو الظهر كان بيتفرج على شقته، فتقابلنا وحبينا بعضنا وجوزنا. إذا اتكلمنا بقى عن استعداد تيسير فهمي للزواج، بالنسبة لاختيارها للفستان، بالنسبة للكوشة، بالنسبة للشبكة الأول. هو في يوم احنا يوم عرفنا بعض، يعني أول يوم قابلنا فيه بعض اختفى. يعني أنا قلت إيه، لأ ده شافني بقى وقع خلاص، لانه حصل حاجه في لحظه، حصل حاجه ما اقدرش اقول حب من اول نظره، لكن في تاتش حصل، في حاجه حصلت ليا وحصلت له في الاسانسور واحنا بنركب الاسانسور. هو ما عرفنيش ان انا ممثله، لان ده اللي انا بكلمك عليه من 13 سنه. هو كان عايش قبلها 20 سنه، فطبعا انا كنت لسه بقول يعني ما ف بس حصل حاجه انا ما اقدرش اقول عليها ايه. ساعتها انا اتمنيت ان يبقى لي حياه مع الراجل ده، بعدين اختفى من الحياه شهر. كل يوم انا اروح العماره يمكن واقف على الاسانسير واطلع وانزل فيه، مفيش فايده. المهم قابلته بعد شهر تاني، اتكلمنا عرفنا بعد 3 شهور كويس. وفي يوم قال لي، ممكن قبل ما نكمل ما سالتوش بقى اختفى الشهر ده ليه؟ قال لي سافرت، قال لي انا يوم ما شفتك تاني يوم كانت طيارتي. سافرت. طبعا لازم اطمن على حياتي. المهم جيت في يوم كان عيد الام، كنت خلاص بقى يعني 3 شهور، قلت له لازم تتعرف على العيله. ماما الله يرحمها كانت في عيد الام لازم تعمل تجمع لكل ولادها، احنا 8. فكلمت ماما وبابا وقلت لهم يعني هيجي يزوركم النهارده العريس المرتقب. فخدني وراح، قبل ما نروح وداني عند السايغ وقال لي تعالي اختاري الشبكة وكده. اخترنا الشبكة ونقيناها ورحنا لأهلي بيها. ودي كانت أنا مش عارفة يعني كنت بتصرف كده من غير حتى هم قالوا لا كلمنا ولا عمل، قلت لهم مش خلاص احنا هنتجوز يعني. ده كان قرار يعني استقرينا وهنتجوز هنتجوز. تسوى عندك ألف ليلة. هتفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، تحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة.